ينضم إلينا مباشرة النائب علي درويش عضو كتلة الوسط المستقل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك ولكل مشاهدين يو تي في. دكتور، يعني البارحة حصل هذا اللقاء الثلاثي بين الرؤساء عون وبري وميقاتي، ولكن الصحف تقول اليوم بأنه خلوة بعبدة البارحة ما بعد كما قبل، يعني كل إيجابيات تشاع في الإعلام ولكن على أرض الواقع لم يحصل أي شيء، هل هذا صحيح؟ ما بعتقد. اولا يعني بدنا نهني بمناسبه عيد الاستقلال اللي هي حتى لو كانت هالسنه حزينه، انما ما فينا الا ما نقول انه هيدي مناسبه وطنيه جامعه وجمعت الرؤساء الثلاثه البارحه. هيدي المشهديه يعني بحد ذاتها هي تعتبر صيغه ايجابيه يبنى عليها ويعول عليها حتى بالايام القادمه، انه يكون في كسر للجليد اللي كان يعني موجود بين الرئيس الاولى والثانيه. واحد اثنين، انه يكون في عندك كمان عمليه يعني استكمال هيدي المشهديه بمشهديه انعقاد مجلس وزراء. فعمليا يعني كونه دوله الرئيس نجيب ميقاتي راح يكون خارج لبنان ابتداء من الغد وراح يكون بحاضنه الفاتيكان، وبعتقد كمان يعني بس وجوده بالفاتيكان والرساله التي ستطلق الخميس من هناك كمان بتقول انه لبنان لا يزال على خط الحضور الدولي ولا يزال هناك حاجة لأنه يعني نشترح الحلول وما نترك الأمور تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه. فبالتالي لا، مشهدية كانت جيدة واجتماع الرؤساء الثلاثة يبنى عليه، ونتمنى يعني بعتقد أنه خلال الأسبوع القادم فور عودة الرئيس ميقاتي من جولته راح يكون في يعني مبادرة ما نأمل أن تبصر النور بإذن الله. ولكن حضرتك تعول على أنه الزيارة إلى الفاتيكان ممكن أن تحدث أي خرق، خصوصا إن كان رسالة أو أي أجواء إيجابية ممكن بأنه تصدر عن الفاتيكان، ولكن كثيرة هي الدول، يعني الأمريكي وفد كونغرس أمريكي كان بلبنان، أيضا يعني وفود أوروبية كلها عم بتكون موجودة بلبنان وكلها عم تدعي لأنه يكون في حلحلة سياسية وحكومية وعم توصل ولا لأي محل. يعني الخارج واضح بأنه ما بيقدر أنه يؤثر على الثنائي الشيعي بلبنان. عمليا بعتقد يعني على مستوى الداخل صار في قناعة أنه وجوب الخروج من المراوحة، يعني عمليا صارت الأمور المعيشية لازم ترجع على سلم الأولويات، ومجلس الوزراء هو منه رفاهية انعقاده، مجلس الوزراء هو حاجة لإصدار القرارات الصحيحة وخاصة بهالمرحلة، ونحن عم نعاني ما نعاني، حضرتك يمكن أكثر من يتابع يعني بموضوع الأمر المعيشي وهموم الناس ووجع الناس اللي عم نعيشه، فبالتالي منا رفاهية عملية اجتماع مجلس الوزراء. هلا الأمور اللي عالقة مفترض أن يكون كمان في إلى حلول قريبة وقريبة جدا، لأنه بالنهاية لا يستطيع البلد أن يعيش وكأنما هناك في انعدام وزن، في حكومة قلعت بشكل جيد، في عندها صار برامج جاهزة، صار في عندها عمل على عدة مستويات، وبعتقد يعني اجتماع مجلس الوزراء صار في عشرات البنود على جدول الأعمال تنتظر الإقرار لحتى تكون يعني سيرة المفعول. فعمليا بعتقد أنه الداخل اللبناني صار مقتنع بضرورة السير قدما بموضوع الحلحلة. ثانيا الموضوع القضائي، نتمنى على القضاء تسريع إجراءاته بشكل أنه توصل لخواتيم معين، وهذا المسار منفصل وأكد رئيس الحكومة هذا الأمر. بموضوع ما استجد بالأزمة مع الخليج بعتقد يعني الروي والحوار كما ذكر سابقا هما الطريق أو المعبر الإلزامي حتى نوجد حلول، وبعتقد في خط معين مفترض تتاخد. هلا قبل ما اسالك عن المخارج بشكل مفصل خليني بس اوقف عند مشهديه البارحه، هل صحيح بانه يعني ما كان مقرر، يعني كان مقرر بانه الرئيس بري غادر بسيارته الى عين التينه، ولكن كان اشتغل على هالموضوع الرئيس ميقاتي قبل بوقت انه يكون في هذه التخريجه بالمغادره كرمال يجمع الرئيسين عون وبري وبالتالي يكسر الجليد بينهما وبالتالي يتوجهوا الى قصر بعبده في محاوله لانه لتقريب المسافات من بعد ما كانوا بعده كتير هني أصلا بعاد عن بعض يعني، ولكن كمان كان في بعد أكبر بالفترة يعني بالأيام الماضية. فهل صحيح بأنه هذا التخريج كان وراها الرئيس ميقاتي؟ اللي فيني أقوله أنه فعلا الرئيس ميقاتي سعى بشكل واضح للعب دور دائما، الدور اللي بيلعبه هو كوسطي وكمتقارب من الجميع ولتلاقي الجميع بمحل معين. فنعم كان في انشغل على هذا الأمر، وبعتقد أن الرئيسين كانوا متجاوبين لما يلمسان حاليا من الواقع اللي عم يعيشه اللبنانيين. فبالتالي مشهدية على القليل هذا الأمر بتعطي أريحية للبنانيين، وعيد الاستقلال كمان جدير
كبير بانه يكون في تلاقي على المستوى. فبالتالي نعم اللعب دور، والمناسبه كذلك بحد ذاتها كمناسبه جامعه كاستقلال لبنان كمان يعني كان في 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 يعني رغبه من الجميع بانه هاي المشاهدين يشوفها كل اللبنانيين. هل ممكن ان يدعو الرئيس ميقاتي الى عقد جلسه لمجلس الوزراء من دون ما يكون في توافق، يعني ان يضع الثنائي الشيعي امام يعني الامر الواقع ان يحرجه، ام هذا الامر مستبعد؟ بمنهجيته الرئيس ميقاتي دائما كان صيغة الاعتدال والوسطية هي المسار له، عنده قدرة بالتعامل مع جميع الأفرقاء، وبالتالي يعني بعتقد يعني لن يكون هناك مبادرة إلا في حال كان في يعني حد أدنى من التقارب لحد ما يوصل لنتيجة. إنما صار في إلحاح جدا بهالمرحلة لانعقاد مجلس الوزراء، وذكر انه خلال فترة زمنية قريبة سيدعو الى انعقاد هذه، وليست هذا الامر يعني بعتقد امر ايجابي. الموضوع القضائي قال انه لا نستطيع كحكومة او كسلطة تنفيذية لعب اي دور بما يختص فيه، فعمليا بعتقد انه نعم ممكن يكون في دعوة لانعقاد مجلس الوزراء. ولكن سيحصل هذا الامر من بعد ايجاد مخارج، ما هي هذه المخارج يلي اليوم مطروحة؟ خلينا نفوت فيها بصلب يعني بشكل كتير واضح، يعني اليوم ما هي المخارج المطروحة؟ ما هو المنتظر؟ في قرار منتظر كان مفروض بانه يصدر بهالساعات اللي نحن هلا فيها، وبالتالي هو يؤدي الى الحلحلة، ما هو المنتظر؟ هلا لا شك انه المسار القضائي احد الاشياء اللي الكل يعني ينظر اليها، ومع التاكيد بعمليه انه المسار القضائي منفصل ومستقل وبالتالي ياخذ مجراه صحيح، انما نتمنى تسريع يعني اجراءاته بشكل انه يكون في اقله يعني صيغه تريح البلد وخاصه بهذا الامر. فعمليا مفترض انه في على المستوى القضائي مبادره ما من القضاء، وبعتقد او قرار ما من القضاء، وهذا امر يعني الكل بينتظره وبيعتبر انه عنده استقلاليه وبالتالي قادر انه يقوم بهذا الامر. هذا القرار سيصدر عن مجلس القضاء الاعلى مفترض او عن يعني عن سلطه قضائيه. ولكن اظهر مجلس القضاء الاعلى لما اجتمع الاسبوع الماضي انقسام، يعني خرج من دون اي بيان، من دون اي قرار، من دون اي يعني اجتمع ولم يخرج باي توصيه او باي قرار. هلا عمليا اي تصحيح يتم من داخل الجسم القضائي. بعتقد يعني ما اطلق بالنقابه المحامين في طرابلس كرساله من القاضي ذكر انه بالنهايه استقلاليه القضاء امر اساس، وبالتالي القضاء هو سيد نفسه بهالامور. فعمليا حتى لو يعني شوي اشتكلت الامور، انما لا نشك بانه تصحيح المسار يكون من قبل القضاء وداخليا. فعمليا نعم حتى لو يعني تأخرت، إنما بعتقد أن القضاء قادر أنه هو يصدر الرسالة الصحيحة بالخصوص. هل اليوم بات الثنائي الشيعي أيضا يريد تطير القاضي سهيل عبود؟ يعني كمان هيدا إضافة إلى كف يد القاضي طارق البيطار، هل أيضا القاضي سهيل عبود بات يشكل عقبة أو بات يزعج الثنائي الشيعي في موقعه؟ تجاه القضاء يعني سيد الكريم ما بنستعمل يعني مثل ما بيقول هيك تعابير بإجمال، وخاصة بكل احترام لجسم القضاء، ولا أعتقد أن بأي يعني فريق سياسي معين أنه يستهدف القضاء. القضاء هو صيغة حصانة لكل اللبنانيين وصيغة يعني أمان لكل اللبنانيين، لانه بالنهايه القضاء هذا القضاء اللبناني، رغم انه يمكن الترهل اصاب كل مؤسسات الدوله، انما لا يزال نعول عليه. فبالتالي ان كان ما تذكره صحيح او لا، هذا امر ما عندي اطلاع عليه، بس اللي بعرفه انه بالنهايه هذا الامر مناط بالقضاء، ولا تستطيع اي سلطه خارج القضاء اتخاذ قرار بما يختص بالقضاء تحديدا، او رئاسه او عدم رئاسه هذا القاضي او ذاك. فبالتالي هذا امر قضائي بحت، وهو من يقوم به مباشره. طيب المخرج دكتور هو بانه الوزراء والرؤساء ويعني السياسيين المطلوبين للتحقيق في هذا الملف ان يحاكموا امام المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء، مزبوط؟ هذا يلي من المفترض انه يكون الحل، وانه يصدر هذا القرار عن القضاء يعني عن مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي ساعتها ممكن أن يكون في عقد لجلسة لمجلس الوزراء وبيتم فيها تقديم استقالة الوزير جورج أرداحي من قبله
بشكل تلقائي وليس إقالته. هيدا هو مفروض أنه السيناريو يكون المرسوم. هلا بالنهاية قد يكون هذا السيناريو أحد المخارج، ما في غيره حسب ما عم بفهم أيضا من كلامك. يعني إذا عم تقول يعني القضاء مفروض أنه يأخذ القرار، يعني عم نحكي عن مجلس القضاء الأعلى، يأخذ القرار يعني أنه يروح الوزراء والرؤساء لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي ساعتها يعود مجلس الوزراء للانعقاد، وبالتالي يستقيل الوزير جورج أرداحي. هذا هو السيناريو المفروض أن يكون مرسوم، صح؟ يعني بالمبدأ كونه في مجلس أعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء، وهذا المجلس لم يفعل منذ إنشائه، هذا الأساس مفترض بها المفاصل هذه يكون في دور ما له، لأنه بالنهاية في خيرة القضاة وفي مجموعة نواب موجودين، فبالتالي هو يعني صيغة مشتركة ما بين الاثنين. فعمليا بعتقد يعني انه احد السيناريوهات المرسومه قد يكون ما ذكرت، وبالتالي هذا المجلس ممكن تفعيله بهالمرحله، لانه بالنهايه بهالمرحله المفصليه كمجلس اعلى لمحاكمه الرؤساء هو فقط عمليه عنوان وجب ممارسه سلطه، وخاصه يعني بما لديه ان من نواب او من قضاة اللي هن اعلى قضاة موجودين على 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 الخريطة اللبنانية. فقد يكون هذا المخرج، انما يحتاج الى صيغة قضائية ودستورية لتنفيذه. السؤال الاخير، تستبعد ان يكون في عقد لجلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، يعني قبل سفر الرئيس ميقاتي الى روما او قبل سفر الرئيس عون الى قطر، يعني مفروض بعد عودتهم إذا تحلحلت أو تلحلحت الأمور بأنه يكون في عقد لجلسة لمجلس الوزراء، ولكن بعد عودتهم من الخارج، صح؟ الأرجح هيك، وبتكون الأمور إلى حد ما كمان توضحت الصورة بشكل أكبر، وبعتقد يعني كمان بتكون ساعتها نضجت الأمور بالشكل اللي كلياتنا بنرغب فيه للحلحلة. فعمليا نعم، رئيس الحكومة راح يكون خارج لبنان ابتداء من الغد، والرئيس عون كمان عنده زيارة لقطر، فعمليا يعني من بعد عودة الرئيسين ممكن يكون في مبادرة، وهذا أمر نتمنى جميعا. وبعتقد يعني كل ما يخاض هلا حاليا يصب في ناحية أنه إعادة يعني شؤون الناس وأمور الناس إلى أن يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء وكل اللبنانيين، لأنه بالنهاية عمليا ما نعيشه حاليا غير مقبول جدا، وبالتالي أساسيات المرحلة وجب أن تكون هموم الناس. النائب علي درويش، عضو كتلة الوسط المستقل، شكرا لك ولانضمامك لنا للإضاءة على هذا الموضوع.